مرحبا، اسمي أحمد راسم رضوان، حاب أقدم لكم مقطع من قصيدة أخذت عليها المستوى الأول في جامعة العلوم التطبيقية. القصيدة بتحكي عن فلسطين في بلادي لوقت الحب، تمام؟ حاب أقدم لكم مقطع صغير منها وبتمنى إنها تنال إعجابكم. بس في نوت صغيرة اللي هي أنا في رح أحكي عن بنت في القصيدة، هاي رمز لفلسطين وإن شاء الله إنها تنال إعجابكم، تمام؟ أتعرفون بلادي؟ سأروي لكم من عطش صحرائي، سأروي لكم من عطش صحرائي، سأروي حكاية قمر قصصتها لأجيالي في آناء الدجا وعند مخيط الغروب. تغفو فتاة على ضجر الملل، أنظر إليها إلى وجه حزين وعينان مسكوبة بلون العسل. لجمال مقلتها أقف احتراما، ولوصف صورتها تعتذر الجمل. يسكنها قلبي وحراس أقصى، أقصى من صليب زحل. سواد شعر ليل مليء بغارات عدو، يسرق أطفالا تعشق شهادة كخد يسكنه القبل. وأصوات شعر تغرد كوحي، مفتاح عودة يسكنه الأمل. وشكراً.